مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. معنا خبر خاص بموافقة مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، وكمان تجديد العمل بالقانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. ولتفاصيل أكتر عن هذا القرار إحنا معانا عبر الهاتف الأستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ رجب. اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. تحياتنا لحضرتك في البدايه. تحياتنا للجميع يا فندم. بدايه خلينا نعرف من حضرتك طبعا اهم التعديلات اللي تم اقرارها مؤخرا، وطبعا الخاصه بقانون الضريبه على الدخل. هي اهم التعديلات زي ما تحدثنا مع حضرتك من قبل على شاشه الاعلام المرئيه لحضراتكم، وهي منبر اعلام للجميع. نعم. ان اهم تعديل هو ما يصيب اكثر الفئات دخلا، وهما العاملين بكل من القطاع الإداري والجهاز والقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، ودي بشرة للموظفين في تخفيض العبء الضريبي الذين يتحملون نتيجة تقاضي مرتبه. فبالتالي زي ما قلنا قبل كده ان هو تم رفع حد الإعفاء من 24 ألف إلى 30 ألف. نعم. أي بنسبة 40% ل 25%، وبالتالي دي هتعود على الموظف في زيادة في دخله شهريا. تمام. نعم. دي أول تأثير في أول تعديل يهم الغالبية العظمى في الدولة. تاني حاجة ان احنا عندنا طبعا برضو من التأثيرات اللي هي التعديلات اللي وردت على أحكام القانون، ان هو زي ما حضرتك اشرت من شويه ان انا بجدد العمل باحكام القانون 79 لسنه 2016 اللي هو انهاء منازعات. بنقول ان اي ممول لديه طعن منظور امام لجان الطعن او منظور امام المحاكم فهو يستطيع ان يتقدم بطلب لانهاء هذا النزاع امام لجان انهاء المنازعات التي شكلت طبقا لاحكام القانون 79 لسنة 2016. طيب أستاذ رجب، المفروض أنه هو تم تجديد يعني العمل بالقانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، هل هو كان قانون مؤقت فبالتالي لازم كل فترة يتم تجديده؟ نعم يا فندم، هو قانون مؤقت لأن طبعا احنا بننظر إلى بنرصد حركة الممولين في تقديم طلباتهم. فبنجد أن الممول لا يقدم طلب التصالح أو قدم إنهاء المنازعات إلا في الأيام الأخيرة من تطبيق القانون. فهو جدد في بداية نشأة هذا القانون، صدر لمدة سنتين فلم يتم التقديم إلا في خلال العشرة أيام الأخيرة. نعم. وكان هناك أعداد هائلة جدا. فبالتالي تم قصره إلى سنة، ثم تم تجديده لمدة 6 شهور مرة أخرى، ثم حاليا في هذا التعديل يتم التجديد برضو لمدة حتى نهاية 31/12/2022. لأن زي ما حضرتك بتعلمي هو الممول بيتنه مكتسب إلى يقول إن أنا بتني في الآخر خالص فخر تطبيق القانون، لكن هنا لما رصدنا حركة تطبيق القانون من قبل الممولين بنجد الممول ان هو ما بيتقدمش في الايام الاولى ولا في الايام الوسطى الا في الايام الاخيره. فبالتالي هنا لما عملت الدراسه تبين ان الممول لما بيكون هناك المده قصيره فبيستطيع ان هو يتقدم من اول يوم في تطبيق القانون الى اخر يوم في تطبيق احكام القانون. فبالتالي دي برضو يعني دي بتبقى حركه رصد ليه من وحده السياسات الماليه داخل وزاره الماليه، وبرضو وحده قطاع المعلومات داخل مصلحه الضرائب المصريه. طيب انا حابه اتكلم مع حضرتك يا استاذ رجب طبعا عن او بشكل تفصيلي عن اهم المزايا اللي حققتها التعديلات وانعكاسها طبعا على دعم الاستثمار في سوق المال، وكمان زياده الاقبال على التداول بشكل عام. يعني هنا دي من اكبر اللي هي التعديلات التي وردت على هيئه سوق المال، ان احنا بنتكلم على الشركات التي تطرح لاول مره. فعدلنا تكلفه الاقتناء للورقه الماليه او الحصه، بمعنى ان حضرتك الشركه عندما تطرح لاول مره في بورصه الاوراق الماليه فانا بجيب الربح الراسمالي طبقا لاحكام القانون الحالي الماده 46 مقرر 4، ان انا بجيب صافي ربح الورقه الماليه عباره عن القيمه البيعيه اللي انا ببيع اللي هي الشركه هتطرح بيها في البورصه ناقص تكلفه الاقتناء. فعندنا شركات تكلفه الاقتناء ما زالت حتى تاريخه هذه التكلفه ثابته من 20 او 15 سنه من ساعه ما تم شراء، لم يتم تغيير تكلفه الاقتناء، لم يتم احتسابها بالقيمه العادله. فبالتالي الربح الراسمالي في حاله الطرح الاولي هيكون عالي جدا، بمعنى ان انا ممكن اكون مقتني سهم بواقع 10 جنيه من مثلا من 10 12 سنه،
يبقى تكلفة الاقتناء بتاعتي اللي هي القيمة الشرائية للورقة 10 جنيه، وجيت النهاردة بتطرح لأول مرة في بورصة الأوراق المالية فتم تسعيرها بالقيمة العادلة فأصبحت 150 جنيه. يبقى أنا لما بجيب الربح الرأسمالي اللي أنا أخد عليه الضريبة 10 150 ناقص 10 يبقى أنا معايا 140 جنيه ربح رأسمالي. هاخد عليهم ضريبة، هاخد عليهم ضريبة لو بتكلم على ورقة مالية، لو ورقة بتكلم على ورقة مالية مقيدة في البورصة فباخد 140 في 10% فباخد 14 جنيه. لكن التعديل قلنا لا، احنا عشان نعمل نشجع البورصة او نشجع الشركات على ان تطرح لاول مرة في بورصة الاوراق المالية لكي يزداد رأس المال السوقي داخل البورصة المصرية، فقلنا ان لما نيجي نحسب الربح الرأس مالي للشركات التي تطرح لاول مرة هنقول 150 ناقص 10 زائد 150 في 50%، يعني باخد من الربح الرأس مالي باخد ال 100 باخد ال 150 بطرحهم ناقص ال 10 زائد 50 في 140. يبقى انا حسبت التكلفه وقفت بكام؟ ب 80 جنيه. يبقى تعديلات كلها مزايا اكيد، يعني مزايا. قلنا برضو لما يجي يطرح للشركات يطرح الاسهم لزياده رأس المال هنقول برضو ان كانت الواقعة دي كانت خاضعة قبل كده بالنسبة للأوراق المالية، قلنا هتبقى الأوراق المالية في حالة طرح الأسهم لزيادة رأس المال تعد برضو لا تخضع للضريبة اللي عند التصرف. برضو قلنا عند مبادلة الأسهم، حضرتك عندك شركة وبتبادلي في أسهم شركة أخرى، كانت عملية المبادلة دي كانت خاضعة للضريبة برضو، دي تم تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية حال مبادلة الأسهم مع شركة أخرى برضو، أو إنه ولا يتم خضوعها إلا عند التصرف فيها. يعني حضرتك بديلت أسهم مع شركة وفي ربح رأسمالي إحنا مش بنخدش الضريبة عليه. لكن نأكد مع حضرتك يعني وكلام حضرتك إن التعديلات دي كمان ليها تأثير إيجابي على مسار الاقتصاد المصري السليم. نعم لان دي بتؤدي الى قبول المستثمرين سواء كان مستثمرين اجانب غير مقيمين او مستثمرين مقيمين، بتؤدي الى زياده حركه راس المال السوقي داخل البورصه المصريه. صحيح. بتؤدي الى دخول اموال سواء كانت بالعمله الاجنبيه او بالعمله المصريه حسب النوع المستثمر، بتؤدي الى دخول هذه الاموال. فدي نعم. كل الدخول هذه الاموال الى داخل السوق المصري بتؤدي من الايه، من زياده المعروض من العمله الاجنبيه، فبالتالي الضغط بيكون بيؤدي الى انخفاض سعر الصرف بالنسبه لوحده النقد من الدولار. نعم، انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ رجب طبعا على كل هذه المعلومات. بشكرك استاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحه الضرائب بوزاره الماليه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.